اعتراف الرئيس السوري بشار الأسد بوجود ممارسات أمنية خاطئة خلال لقاء مع وجهاء دمشق أعلنت الأربعاء الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين تشمل الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الحكومة وعددا من كبار وزراء حكومته والمسؤولين الأمنيين. لكن القرار الأمريكي تضمن دعوة للرئيس الأسد لقيادة الانتقال السياسي أو الرحيل، دعوة تترك الأبواب مفتوحة أمام الرئيس السوري، لكنها تحذره صراحة بأن الدعوة لن تبقى كذلك لفترة أطول. فإما أن يسرع في تطبيق الإصلاحات أو الرحيل، عبارة تحمل الكثير من المعاني. لكن التجربة الليبية والتفسير المطاطي الذي أعطاه حلف النيتو لقرار مجلس الأمن رقم 1973 دفعت بالرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى القول إنه لن يوافق على تبني قرار يجيز استخدام القوة ضد سوريا. لن أدعم قرارا ضد سوريا، لأن القرارين 1970 والقرار 1973 بشأن ليبيا دهسا من قبل عدد من الحكومات تحت الأقدام. ميدانيا ورغم القمع الذي يمارسه الجيش السوري ضد ما يسميها النظام العصابات الإجرامية أو السلفيين، فقد دعت المعارضة السورية عبر الفيسبوك إلى إضراب عام بداية من الأربعاء. أسلوب جديد ابتدعته المعارضة تفاديا للمواجهة مع النظام، وعد صور تفريق الطلبة في جامعة حلب بالقوة، ليس هناك ما يعكس نجاح الإضراب العام أو فشله. وإن تحدثت المعارضة عن نجاحه في مدينة حمص وقرى فروما وحاس وكفر نبل في ريف إدلب، بينما قال شهود عيان أن الحياة كانت طبيعية في مدن دمشق وحلب والقمشل وحماة واللاذقية، أما على الحدود السورية اللبنانية وإن تباطأ تدفق اللاجئين باتجاه لبنان، إلا أن الوضع في قرية تلكلخ والمعبر الحدودي واد خالد ما زال غير مستقر، حيث تهاجر العائلة السورية خوفا من أن يطالها العنف. القتل فينا والضرب والاعتقالات عندنا بمنطقة تلكلخ، اعتقالات ويعني شيء ما يوصف، ضرب بالدبابات على البيوت. على كل، ومهما كانت النجاحات التي حققها الجيش في قمع العصابات الإجرامية كما يسميها تارة أو السلفيين تارة أخرى، فإن المجموعة الدولية بدأت فعلا في تضييق الخناق على نظام محكوم عليه بالتجدد أو التبدد.